السلام عليكم. طبعا هاي سالفة حسولف لكم اياها، والله العظيم الينا خلي الدمعة بعيونكم. ابنية يزيدية قعدت عمرها هيك 300، وقعت بمشكلة كلش كبيرة، ما عندها احد، يعني لا بقى لها اخ لا بقى لها اخوت. فخلى راسها على المخدة، طبعا هي السولف هاي سالفة، خلى راسها على المخدة وقالت هساني لا اب لا ام لا اخ لا اخوت، وين انطوكي، من عينه علي، من يدير باله علي. في عالم الرؤية شافت بأن أكو رجل على فرس وراء حشد من الناس كلش كبير، وهي وراهم الصح يا مهدي يا مهدي يا مهدي دخيلك يا أبو صالح. زين تقول فزيت، قعدت من النوم، يا مهدي منو هذا الإمام، منو هذا المهدي؟ فسأل واحدة من صديقاتها مسلمة، قالها أنتوا عندكم بالأيمة شخص اسمه مهدي؟ قالها نعم. قال منو هذا؟ قال هذا الإمام المهدي، إمام زماننا، هذا كذا هذا كذا. تقول على هذا الأساس اليوم أنا صار لي 3 أشهر مستسلمة، وحاليا هي مسلمة وموجودة حيا ترزق، وهنا قريبة بغداد، والله وبالله وتلا. السلام عليك يا أبو صالح، أسأل الله أن لا يحرمني من شفاعتك، ولا يحرمني من وقفتك، ولا يحرمني لا من أمك ولا من أبوك ولا من رسول الله بحق محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله.